بخطين متوازيين يعمل فريق الجهد الخدمي والهندسي على إزالة التجاوزات في مناطق مقاطعتي 2/10 و3/10 ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية الرشيد، إذ يعمل الفريق على مسح المناطق وحصر التجاوزات ورفعها بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وفرق إزالة التجاوزات في أمانة العاصمة. رفع الأنقاض في المناطق الإفرازات 2/10 و3/10 و5/10 وتسليم هذه المنطقة إلى البلدية، دائرة البلدية والقوى الماسكة الأرض لغرض السيطرة على التجاوزات ورمي الأنقاض مجددا، وكذلك تحجيم التجاوزات على أراضي جديدة. بحدود 34,000 قطعة سكنية تم تفريغها وتسليمها إلى بلدية الرشيد، وستباشر لجنة من التسجيل العقاري والبلدية لتسليمها على المواطنين مباشرة ببنائها. إلى حوض وضفاف نهر دجلة بدءا من جسر المثنى وصولا إلى قضاء المدائن، فريق الجهد الخدمي والهندسي أكد العمل مع وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد، فضلا عن قيادة عمليات بغداد للحفاظ على محرمات وضفاف الأنهر من البناء ورمي الأنقاض وأي شكل من أشكال التجاوزات. كيفية رفع التجاوزات مع مراعاة أغلب المناطق التي يكون فيها تضخم سكاني ضخم من التجاوزات، لذا وضعنا آلية في كيفية تحجيم هذه العشوائيات بحضور السيد الأمين والسيد قائد عمليات بغداد. منع التوسعات العشوائية التي أصبحت مجاورة لهذه المناطق مستغلة الخدمات التي قدمت فيها، أيضا التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقوات الماسكة بالمحافظة على الأراضي من رمي الأنقاض ورمي النفايات. الفريق أكد منع أي تجاوز سواء كان على الأراضي السكنية أو الزراعية أو الساحات العامة في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ورفع التجاوزات من خلال التواصل المباشر مع القوة الماسكة للأرض بإشراف ميداني وجهد تضامني. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.